في أواخر العهد العباسي وفي مدينة بغداد كان رجل يدعى الربيع بن هرمز. كان أحد عباقرة الزمان في الفيزياء والكيمياء. أدت أبحاثه الغريبة إلى طرده من قبل الخليفة العباسي لأنه كان يرى أن الربيع ساحر ومشعوذ، فأحرق كتبه ومن نجا منها أتلفه المغول لما سيطروا على بغداد. ثم هاجر إلى المغرب حيث استكمل هناك أبحاثه والتي تعتبر هي الشعلة الأولى لجميع العلوم الفيزيائية. إلا أنه ركز أبحاثه على ما يسميه الجزء الرابع في المادة، المادة الروحية الملموسة. تعمق في البحث فيها والغوص في قواعدها حتى استطاع أن يخترق قوانين الطبيعة، فأصبح في نظر الناس أكبر ساحر رأته البشرية. لم يعرف كيف توفي الربيع بن هرمز، لكنه خلف وراءه علما كبيرا لم يعترف به التاريخ.